اوليفي جورد كان كيخدم كمحطة استلام، كان كيبريباري وكان كيهيئ الكرة للاعب القادم من الخلف، وهذا هو السي اللي يخدمها لدركراكي، لان يوسف ما عندناش مشكل ديال لاتاك، لاتاكون ماشي هو اللي مهم. انا في لاتاكتيك ديالي فيتور حمد الله ما كيخدمش على الفرقه، حمد الله كيستنى الكره في الكاري، باغ كونت باش يبريسي باش يدير لك لو ترافاي دو او نيفو ديفونسيف ما تعولش عليك. شحال ماركه البيوت العام اللي دينا البطوله؟ شحال ماركه؟ واحد البيوت ودينا البطوله وديتوا البطوله. السلام عليكم الاصدقاء، مرحبا بكم على قناتكم ان سي بي اف ماوك. فيديو جديد في الفيديو هذا غنتكلموا على الطريقه اللي غينهجها وليد الركراكي في مباريات كاس العالم على ما هو هجومي، يعني غنحاولوا نحللوا ستيل دو جو اللي غيلعب به فيما هو هجومي من خلال التصريحات ديالو اللي كانت سواء مع الرمداني ولا في راديو مارس، ومن خلال بعض المعطيات غنحاولوا نحللوا اللاعب اللي غيعتمد عليه لمنتصف راس الحربة. فما كنهضروش على الاجنحة فقط، كنهضروا على راس الحربة، لان راس الحربة كما كنعرفوا في هذا المركز هذا عندنا خصاص وما عندناش واحد الاستقرار في هذا البوست هذا، يعني دائما نقدروا نجربوا، مثلا نقدروا نلعبوا وليد شتيرا، نقدروا نلعبوا رايان ماهي، نقدروا نلعبوا نصيري، وعاد حنا كنطالبوا بعض الاسماء الاخرى بحال مثلا حمد الله، بحال مثلا العربي. ولكن اللي خصنا نفهمه هو ان كل راس الحربه كيكون عنده واحد السيل ديالو بوحدو، وداك السيل على حسب السيل اللي لعب به المدرب، يعني على حسب الخطه والمنظومه اللي لعب بها المدرب. فغنشوفوا هادشي كامل في الفيديو فوق معنا. دابا نخليكم على الانترو ونبدا. ولكن الاصدقاء قبل ما نبدا بغيتكم ديروا شي حركه، لايكوا الفيديو، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، حطوا لنا شي تعليق محفز، ودابا عاد نبدا. الأصدقاء مع البداية ديال الفيديو خليت لكم بعض التصريحات ديال وليد الركراكي في مختلف المنابر فاش كان كيتكلم على الهجوم ديال المنتخب المغربي. بطبيعة الحال لاحظتوا أنه كان كيتكلم على حمد الله فاش قال أنه ما كيخدمش للفرقة، كيخدم يعني ماشي لراسو ولكن كيخدم يعني السيل دو جو ديالو هو أنه كيبقى في لابوط حتى كتوصل له الكرة، حتى كيوصل له مجهود ديال الفرقة على قدها، من الدفاع من البناء حتى المربع العمليات، وعاد هو كيفين الهجم ويقدر يماركي ويقدر ما يمارك. وفي نفس الوقت واحد التصريح قطعته ولكن انا نخليه لكم تشوفوه وعاد نكمل. يكون في الفوس، انا ملي ديت البطوله مع الفوس لاتاكون ديالي كان بن جلون عبد السلام. شحال ماركا البيوت العام اللي دينا البطوله؟ شحال ماركا؟ واحد البيوت ودينا البطوله وديتوا البطوله. هنا وليد الركراكي قال بلي انه ملي كان في الفتح الرباطي وجمعهم البطوله كان المهاجم ديالو ماركا هدف واحد طيله اطوار البطوله، يعني تصور فرقه جابت البطوله والمهاجم ديالها اللي كان كيلعب جميع المباريات ماركا هدف واحد طيله اطوار البطوله. وهذه الحاجه ماشي غريبه، هذا فقط عندها علاقه بالستيل دو جو ديال وليد الركراكي ولا ديال المدرب بصفه عامه. فغنناقشوا القضيه هذه عليها، حاولنا نجيبوا هذا التصريح هذا باش نعملوا واحد الاسقاط على النظام اللي غيلعب به وليد الركراكي في كاس العالم والستيل دو جو اللي غيعتمد عليه، وربطوا هذا الشيء بالتصريح الثاني اللي كان كيتكلم فيه على عبد الرزاق حمد الله اللي بينت لكم في اول فيديو، دابا غنبين لكم عاوتاني فاش قال بلي ان عبد الرزاق حمد الله ما تعولش عليه في انه يبريس على الفرقه وانه يخدم معاك دفاعيا. عبد الرزاق حمد الله كيبقى يتسنى الكره حتى توصلوا حتى يوصلوا مجهود ديال الفرقه على قدها عاد باش يقدر يترجم لك ديك المجهود كامل في هدف. فاذا كان وليد الركراكي ما كيعولش على هذه القضيه هذه، فعبد الرزاق حمد الله ولا العربي ما غيكونوش داخلين في المنظومه ديالو والفكر ديالو. فالاصدقاء ملي كتشوفوا ان المدرب ما كيهموش المهاجم اللي كيماركي، يعني المهاجم اللي كيبقى هنا حتى كيتسنى الكره باش يماركي، فبالتالي ما غيعيطلوش مثلا ولا ما يعني ما عنده فاش يعاونو، لان ماشي هو النظام ديال اللعب ديال المدرب. فعبد الرزاق حمد الله بكل واقعيه وباينة انه ما يكونش لاسباب اخرى، وحتى نزيدوا عليها هذا السبب هذا ديال هذا التصريح هذا، حتى بالنظام اللاعب ديال وليد الركراكي فهاد السيل هذا ما كيلعبش به، ديال ان المهاجم السعودي الكلاسيكي اللي كيتسنى مجهود ديال فرقه عاد كيماركي. فكيبقى عندك مثلا اللاعبين اللي كيعملوا السيل ديال لازم نحيدوا وليد الركراكي حتى نخليو بعدا نحيدوا الكعبي، نخليو حتى راه ما ناخذوا وين نصيري حتى نصيري هو اللي كنهضر عليه. فيوسف النصيري اذا شفنا السيل ديالو هو السيل دو جو ديال محطه الاستلام، كما كنشوفوا ان اللاعب ان المدرب راه معجب يعني بيوسف النصيري، ماشي حتى كيماركي بل عارف السيل دو جو ديال يوسف النصيري اللي كيتماشى مع النظام ديال المدرب اللي غنوضحوا دابا عن طريق تقنيات الفيديو. اول حاجه غنتكلموا عليها هي الادوار الدفاعيه اللي كيقوم بها يوسف النصيري، وهادشي راه باين غير بغينا نزيدوا نوضحوا. شوفوا يوسف النصيري كيف كيبريس على الخصم، كيكون من اول المدافعين على الخصم. نشوفوا لقطه اخرى، شوفوا يوسف النصيري تلاين هابط، هذا هو اللاعب اللي معلم عليه هو يوسف النصيري. شوفوا تلاين هابط الاصدقاء، يعني كتبين بلي ان يوسف النصيري من
اللاعبين اللي كيدافعوا هادو هما اللاعبين اللي كيعجبوا المدرب ديال المنتخب المغربي. واحد النقطه نسيت ما هضرت عليها الاصدقاء هو ان في كاس العالم راه في اغلب الفترات ما غتكونش عندنا حنا كره. مثلا ضد بلجيكا واش حنا قادرين على اننا نقوموا بالاستحواذ ونقوموا بالبناء من الخلف حتى للهجوم ونجبروا اللاعب اللي غايفين لنا الهجمه ضد منتخب اللي هو عالمي اللي جا هو الثالث في كاس العالم، ولا حتى ضد المنتخب الكرواتي واش حنا قادرين على اننا نقوموا بهادشي؟ فلهذا وليد الركراكي يستخدم اللاعب اللي كيتقن الدور ديال محطه الاستلام ويكون كمحطه الاستلام بالنسبه لينا حنايا. فغناخذو كمثال هو المنتخب الفرنسي في نهائيات كاس العالم 2018. المهاجم اللي كان عندهم انذاك هو اوليفي جيرود اللي كان لعب 7 ديال المباريات يعني كاس العالم كامل من اتان زيد وماركا 0 هدف. تصوروا معايا الاصدقاء وغنشوفوا الدور اللي كان كيقوم به. شوفوا هنا سونترا فاران وهنا اوليفي جيرود كان كيخدم كمحطه استلام كان كيبريباري وكان كيهيئ الكره للاعب القادم من الخلف، وهذا هو السيل اللي خدمه وليد الركراكي لان يوسف النصيري هذا هو اصلا السيل اللي كيعرف يلعب به. نعرفوا انه واعر في الارتقاءات الهوائيه. فكما كنشوفوا هنايا اوليفي جيرود هذا هو الخدمه اللي كان كيقوم بها. شوفوا هنايا عاوتاني فرنسا كتلعب كره طويله، اوليفي جيرود كيكون كمحطه استلام يقدر يجيب لك حتى الضربات الخاطئه، مره تقدر تستقق مره ما تقدرش تزق. فهذا هو السيل دو جو ديال محطه استلام. نشوفوا عاوتاني ونكملوا في اللقطات اللي خديت لكم احد المباريات هذه كان ضد البيرو وكانوا استخدموا ستيلة كاس العالم. هنا عاوتاني نفس الخطة كتساوي. شوفوا هاد اللقطة عاوتاني اوليفي جيرود كمحطة استلام وهيئ الكرة على ما اظن بلاتي حتى تسال اللقطة لان مابقيتش عاقل واش هيئ الكرة ولا جاب ضربة خطأ. كما كنشوفوا معنا اوليفي جيرود واقف كمحطة استلام كما كتشوفوا هي الكره البول بوغبا الهجمه للمنتخب الفرنسي. فهذا هو ستيل دو جو اللي يخدم ان شاء الله وليد الركراكي واللي صراحه كيتماشى مع الخصوم اللي غنلعبوا معاه. وباقي احنا في دراسه ديال المنتخب البلجيكي والكندي وغنشوفوا واش هذا الستيل غينجح مع المنتخب الكندي والبلجيكي. راه ديجا درسنا المنتخب الكرواتي وعلى حسب ما بقيت عاقل عليه فهاد الستيل يقدر ينجح. كنشوفوا هنا اوليفي جيرود كيقوم بنفس الخدمه اللي كان كيقوم بها يوسف النصيري هو انه كيبريس على الخصم كيكون من اول المدافعين فاش كدعي علينا كره. ف انا خديت لكم هذا المثال هذا ديال المنتخب الفرنسي اللي هو منتخب عالمي اللي جاب كاس العالم بهذا السيل دو جو باش حتى لو كنا لاعبين بهذا السيل هذا ما يبقاش بنادم ينتقدوا. واللاعب اللي يقوم بهذه المهمه هذه راه هو يوسف النصير. وشوفوا الاخوان هذه اللقطه هذه وشوفوا اللقطه اللي موراها. فبخلاصة الأصدقاء السيل اللي غيستخدم وليد الركراكي والمهاجم اللي غيعتمد عليه هو يوسف النصيري وإذا كان البديل ديالو غيكون رايان ماي. كيبقى التنافس بين الكعبي والتدير شكون اللي غيكون كمهاجم ثالث كخيار ثالث بالنسبة للمنتخب المغربي. ولكن بخلاصة عامة هذا هو السيل اللي غيستخدم وليد الركراكي. شرحت لكم عن طريق تقنية الفيديو بأخذ مثال ديال المنتخب الفرنسي محطة استلام وكيتسونترا كرة واحد اللاعب ولي كيستلم كرة وكيهيئ الكرة القادمة من الخلف. هاد السيل هذا خص تخدم على الكرات الساقطه يعني الكرات اللي كطيح وكيكونوا اللاعبين الاخرين هما اللي خصهم يكونوا زباقين ليها. وهاد السيل راه ديجا استخدموه وليد الركراكي لا مع الوداد لا مع الفتح لا كنتو كتفرجوا لا مع التحيل. هادي من الحاجات اللي كيعتمد عليها هما الكرات اللي كيطيحوا كيكونوا مثلا فاش كتكون شي التحام هوائي وكطيح كره خصو لاعب يكون اخر يكون زباق باش ياخذ ديك الكره ويربح الكرات الساقطه. فهذا ما كان الاصدقاء بغيت نطول لكم بزاف غير هو من دابا كنقول لكم النصير غيكون اساسي. كنتمنى لانني نكون وصلت الفكره واخا صراحه هذا الفيديو هذا ما خدمتوش مزيان وما عطيتوش الوقت الكافي لاني صراحه كنت مبرزط يعني بالدراسه ديال المنتخب البلجيكي اللي باقي خدام عليه اللي يقدر ينزل بعد 3 ايام ولا بعد يومين وحتى المنتخب الكندي خدام عليهم يعني غينزل دقه وحده. لهذا فهاد الفيديو كنت مخربق شويه. كنتمنى من الاصدقاء ان تكون الفكره وصلتكم. كنتمنى من الاخوه اللي يوصلوا لاخر الفيديو ف ينزلوا دابا ويشتركوا في القناة ويلايكوا الفيديو باش يدعمونا أكثر. فإلى اللقاء إلى فيديو آخر.